عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي طبخ سهل مع سناء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تحليه او ديسير الباناكوتا الايطاليه الشهيره المعروفه بجوج ديال المكونات. كنحضروا ديسير اللي هو غزال بزاف، كتجي ملبيه كريميه وبنينه بزاف. نتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير، لان مكوناتها بساطين وقلال. وغادي نشارك معكم كذلك كيفيه تحضير هكا الجولي ديال الفريز او المركز ديال الفريز اللي كان متوفر عندكم. ممكن تحضروا به جولي اللي غادي نزينوا به هكا الكويسات ديالنا من الفوق كيف ما كتشوفوا في الصور. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفه تخليوا لي الاشتراك ديالكم والبصمة للفيديو. بلا ما نطول عليكم ندوز نشوف المكونات ومراحل التحضير، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات كنحتاج 400 ملل ديال الحليب بارد و 400 ملل ديال لاكريم. هنا خدمت انا بهولالا. وكنحتاج 3 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال السكر سنيدة، فانيليا السائلة ممكن تعوضوها بساشي ديال الفاني او لا اي فاني عندكم، وعندي اوراق ديال الجيلاتين. بالنسبة للطريقة، فواحد زليفة فيها ماء عادي بارد كنوضع فيه وريقات ديال الجيلاتين بعد ما كنكون هكا هرستهم، وكنخليهم جنب كيترطبوا بما نكملوا تحضير لهاد الباناكوتا. في كاسرونة كنوضع 400 ملل ديال الحليب بارد، يعني ما يكونش سخون لان غادي نغليوه من بعد، وكنضيف عليه 400 ملل ديال الكريمة، يعني قد الحليب قد الكريمة. كنضيف السكر على حسب الذوق، هنا درت انا 3 ديال المعالق لان الكريمه حلوه، ممكن تفادوا السكر الا بغيتوا تكتفيوا غير بالحلاوه ديال الكريمه. كنضيف الفانيليا السائله هي واحد القطيره صغيره لان عندي مركزه، وكنخلط مزيان الخليط ديالي وكنوضعو فوق عافيه اللي كتكون مجهده لان الغرض من هذا الخليط هذا بغيناه يغلي. وبطبيعه الحال ما نغفلوش عليه بالتحريك المستمر حتى كيغلي كيجيب الغليه بحال غادي نغليو الحليب عادي، وكنطفيو عليه العافيه. بالنسبه للباناكوتا الايطاليه كتحضر دائما بالعود ديال الفانيليا، هذا هو الاساس بالنسبه للايطاليين. بما ان ما توفرش ليا العود ديال الفانيليا عوضته بالفانيليا السائله. ما توفرشوش انتم على الفانيليا السائله عوضوها اما بسكر الفاني واحد جوج ساشيات ولا سكر الفاني بودر اللي كان متوفر عندكم، ممكن تحضروا به هذه الباناكوتا. صافي هنايا من بعد ما غلى لي الخليط مزيان كنطفي عليه العافيه، وكنرجع للوريقات ديال الجيلاتين من بعد ما كنت رطبتهم هما الاولين في الماء، كنعصرهم مزيان من الماء اللي رطبتهم فيه. ضروري انكم تعصروهم ما يبقاش فيهم نهائيا الماء، عاد تضيفوهم الخليط ديال الحليب والكريمه. وبالنسبه للخليط ديال الحليب والكريمه كنضيفوا ليه الجيلاتين وهو سخون باش كيذوب لينا الجيلاتين بسرعه. صافي انا كنحركو مزيان بالدراب اليدوي حتى كنحس بيه انه ذاب ما بقاش هكا طريفات باينين، عادي غادي نفرغو في الكويسات. وبالنسبه لكم الا خفتو يبقاو لكم هكا شي طريفات ديال الجيلاتين او ما تاكدتوش انه ذاب وسط من الخليط، ممكن دوزوه في واحد الصفايه باش تاكدوا بان راه ذاب 100%. بالنسبه للكويسات انا هنا اختاريت كويسات اللي هما صغارين لان هاد الباناكوتا كتكون شويه مجهده، يعني اللي خداها واحد الكويس صغير يكملوا، ما كاينش نديروا الكويسات اللي هما كبار يعني شبيهين بلي فيغين غير هما كبار شويه على لي فيغين. كيبقى لكم نتوما الاختيار الا بغيتوا ديروا هكا كؤوس اللي هي كبيره. يعني هنايا تعمدت انا نشارك معكم هكا جوج كؤوس اللي هي كبيره باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو الا درتو كاس كبير. ومن تكونوا كتعمروا هكا الخليط في الكويسات حاولوا ما تعمروهمش حتى الفوق، خليو واحد سنتي باش غنعمروهم بالجوري ديال الفريز. من بعد ما كنعمر الكويسات هكا كنجمعهم في واحد البلاطو كنخليهم حتى كياخذوا درجات الحراره ديال المطبخ، كندخلهم الثلاجه حتى كتبرد هاد الكريمه وكتجمد كتقساح، عاد اللي كندوزو نحضروا الطبقه الثانيه واللي كنحتاج ليها كاس ديال العنبه ديال الماء بارد عادي، 3 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال المركز ديال الفريز اللي كيكون على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. اكيد غادي نعطيكم باش تعوضوه الا ما كانش متوفر لكم المركز ديال الفريز. وكنحتاج واحد ساشي ديال الفلون بالنكهه ديال الفاني من وزن 2 غرام ونص، اكيد غادي نعطيكم باش غتعوضوه الا ما بغيتوش ديروا هكا الفلون. في كاسرونه كندير الماء بارد كاس ديال العنبه، كندوب فيه ساشي ديال الفلون ديال الفاني وكنحركهم مزيان حتى كيذوب ليا الفلون في الماء.
بالنسبه لهذا الفلون ممكن تعوضوه بواحد الورقه ديال الجيلاتين، ولكن ما تضيف الورقه ديال الجيلاتين حتى لاخر مرحله تكونوا مرطبينها في الماء من قبل، وتعصروها من الماء وتوضعوها في الخليط يكون سخون. وكنضيف المركز ديال الفريز على الخليط ديالي. بالنسبه هنا المركز ديال الفريز عندي حلو، هذا علاش ما غاديش نضيف السكر في هذا الخليط هذا، وكنخلط مزيان هكا بواحد الفورشيت ولا دراب يدوي اللي كنتوفر عندكم حتى كيندمج مع الخليط، وكنديرو فوق عافيه اللي كتكون متوسطه، وكنستمر في التحريك ما كنغفلش عليه حتى كيغلي ويعاود بحال غادي نغليو الفلون، عاد لي غادي نطفي عليه العافيه. بالنسبه لكم الا ما كانش متوفر لكم مركز ديال الفريز، ممكن تعوضوه بالفريز واحد الرابعه هكا ديال الفريز، تغسلوها مزيان تنقيوها تقطعوها مربعات، توضعوا ليها واحد نص كاس كبير هكا ديال الماء او كاس لاروب ديال العنبه ديال الماء مع اربعه المعالق ديال السكر او ثلاثه المعالق حسب الحلاوه اللي بغيتو، وتوضعوه فوق عافيه كتكون مهيله، وتخليوه كيطيب على المهل حتى كيطيب الفريز وكيطلق السيرو ديالو مع داك الماء اللي وضعنا. من بعد كطحنوه مزيان في الخلاط الكهربائي وكتصفيه في واحد الصفايه، وتوضعوه في كاسرونه وتضيفوا ليه الفلون ديال الفاني، يعني بنفس الطريقه غير يدوب فيه هذاك الفلون ويغلي، وكتكملوا بنفس الطريقه اللي غادي نشارك معكم، يعني هذه الطريقه باش تعوضوا المركز ديال الفريز. صافي هنا بعد ما غلى لي الخليط كطلع هكا هذه الكسكوشه بيضه، كنطفي عليه العافيه كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، كيدوب مزيان هذاك المركز ديال الفريز. كناخذ الصفايه وكنصفيه فيها باش كنزول هذوك الطريفات او الحبيبات ديال الفريز، ما كيبقاوش عندي في الجولي. وكنعاود نرجع للكويسات اللي كندات فيهم الكريمه كيف ما كتشوفوا، كيجيو على هذا القوام كتكون هكا شاده راسها، وخا تقلبيها ما كطيح ما حتى شي حاجه. كناخذ الجولي اللي صفيتو معاكم كندير هكا فواحد الكويس اللي كيسهل انني نفرغ فوق من الباناكوتا، كنعمرهم بهذه الطريقه. هذا علاش قلت لكم ما تعمروهمش كاملين، خليو واحد السنتيم فاش ديروا الجولي ديال الفريز. وبالنسبه لواحد الاضافه، الا بغيتوا تعوضوا الجيلاتين في الخليط ديال الكريمه ممكن تعوضوه بالنشا، واحد جوج معالق حتى ثلاثه ديال النشا، وتغليو بنفس الطريقه تحصلوا على واحد الكريمه خفيفه وتعمروا بها الكويسات ديالكم. وبالنسبه لهذا الكويسات الكبار اللي شاركت معكم، حتى هما كندير عليهم هكا واحد الكميه ديال الجولي، ومن بعد ما كنعمرهم كنخليهم حتى كيبردوا فوق سطح العمل كياخذوا درجه الحراره ديال المطبخ، عاد اللي كندخلهم الثلاجه كتزيد تبرد هذيك الطبقه الثانيه وكنقدمهم. وهذا هو الشكل النهائي للباناكوتا الشهيره الايطاليه، صراحه الناس كتجي غزاله كريميه بنينه بنينه بزاف. غادي ناخذ لكم هكا بالمعلقه باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتكون، نتمنى انكم تجربوها كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها كتجي غزاله بزاف، نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليقات ان شاء الله. وهكا غادي نكمل معكم هذا الفيديو، ما تنساوش البصيمه الفيديو الى فيديو ما جي ان شاء الله. مع السلامه، خليت لكم الراحه.